كاميرا وكلموا جمهوركم، تحيوهم تحية الإسلام، قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأبدأ وجه رسالة. أكثر واحد لا يا حبيبي أنت هنا في السجن، واجه جمهورك ما عندك مشكلة. الله يلا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. لا أنت ما أنت مذيع. نعم مش مديد. كمل هذا مايك. الميكروفون هذا. طيب لا معي مايك تسلم. والله نتمنى أن احنا نطلع الترند الأول وعشان نظهر ونروحنا نكمل الرياليتي بالخارج، لأن والله العظيم نحن في قيظ لا يعلمه إلا جليل الملك، وفي حر والغرفة سوداء. الجمهور جميل. والعيشة هنا ما تصلح. الشيخ فلاح أحسه استسلم من الآن. والله العظيم ريحة بوي. طيب يعني بإذن الله تجلسون 24 ساعة اليوم. أنا نجار. سلام عليكم. تكفون. خضري. يا الربع ظهر. وسجن الأسود ولا في مكيف ولبس أسود ويلحن إحنا طالبين الله. يا ليل يا ليل. أيوة كمل طالبين الله. طالبين اشتغلوا في التاج نزلوا هاشتاج كم عرفهم هاشتاج 40 كاريزما إيش كاريزما 40 ينشروا كم منشور 20,000,000,000 منشور اليوم انشروا عندكم كم وقت ساعتين يا شباب المنشور الاعداد يقول لي الكنترول يقول لي ان المنشور نزل في الواقع ضبطونا الله صوتوا نزلوا انشروا كاريزما 40 انشروا مقاطع الله يعينكم الله يعينكم. طيب الحين اللي انا عايز اقول لك حاجه يعني انا اللي بقول لك قبل تقوله يلا قول احنا اللي نخاطب الجمهور ولا انت سؤال انا اخاطب الجمهور بكيفي سؤال هذه فكرتي. انت قلت خاطب الجمهور صح خاطب الجمهور انا اعطيتك المجال تفاد خاطب الجمهور طيب على كل حال تبي يا حبيبي اجلس واضع 24 ساعة ما عاد الا بوصلكم والله يسر امورنا واموركم نبغى نغدي الترند الاول عشان خلاص هو شكله بيخاطبكم مره واحده يعني خاطب بيجي ساعتين ومستسلم اصلا الشيخ فلاح اوريدي مستسلم لا 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 انا عايز اقول لك حاجه انا عايز اقول لك حاجه ينثني في الشده الا من يخاف من الكفن عقب رجال مفلقه طب اقول بتقول الشعر انا عايز فعل بتقول لي شعر انا عايز فعل طيب اصبر 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 يلا عد البيت يلا البيت ريان بن عبيد لا عد البيت يقول ما يرتخي في الشده الا من يخاف من الكفن عقب رجال مفلقه ما هي تحث ركابها اقدم عليهم واحتزم فيني ودندن بي وغنم ما بها يا صاحبي ولا بقطع رقابها والله ان محتزمين بي تكفو تخيل انا اسقف لك تكفو والله ساعتين طويل والله قيل طيب. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمة اللهم صل عليه ارحمونا نزلوا مقاطع انشروا في ذا التاج انشروا أشياء تفيدكم في الدنيا والآخرة ولكم أجر وتطلعون يتيم ورجال مبعد من والديه يبي رزق الله ومرازق الله وجايين عندكم